انا شايف ان درجه التطلب من في الشغل من اللاعبين اللي معايا ساعدت كتير في النجاح اللي حصلت عليه هنا كمدرب واللي حصلت عليه في البرتغال كمان. بس مشكلتي كانت دايما مع الادارات ومع الصحفيين. صراحتي وطريقتي في اني اقول اللي بفكر فيه واللي بحس بيه دايما كانت بتخلق عواقب عقبات. فانا ما كنت ما بحبش الكذب، ما بحبش حد يدخل في شغلي، عمري ما سبت اي رئيس نادي يتدخل في شغلي. فلو تعاقدوا معايا انا اعرف كوره اكتر منهم كرؤساء انديه، انما لو كده ما كان هم يشتغلوا كمدربين كوره رؤساء انديه. ومشكلتي مع الصحافه ان كنت بقول حاجه كان يكتبوا حاجه ثانيه. فمن ساعه ما جيت وادي دجله عملوا اربع حديث صحفيه معايا، انا مش عارف هم مين الصحفيين، عمري ما اتكلمت معاهم. Nunca disse uma palavra. عمري ما قلت ولا كلمة. Por isso agora se vê jornalista tirar uma fotografia comigo. فدلوقتي بيجي صحفي يتصور معايا، اساله انت صحفي يقول لي ايوه، فاقول له لا ما تصورش معايا، لانه بيصور الصوره ويعمل عليها حديث صحفي كامل. الناس اللي هتقرا الحديث الصحفي بتاع مانويل جوزيه هيقولوا مانويل جوزيه قال الكلام ده. انا ما قلتش حاجه لان انا ما عملتش اساسا حديث صحفي معاه، انا بس بدي حديث صحفي للتلفزيون، بدي انترفيو اكتر كمان للتلفزيون، والتلفزيون اللي يدفع لي كمان، اللي ما يدفعليش. انما لو مع اصدقائي زي كاتميت زي التانيين اللي اشتغلت معاهم واللي بحبهم، دول ما بدورش معاهم على اي مكاسب، فباجي لهم على اساس الحب معاهم. انما التلفزيونات الثانيه بيعملوا فلوس على اساس صورتي فلازم يدفعوا. ففي التلفزيون انا مسؤول عن اللي بقوله. لو شفتوا اي حديث ليا في الصحافه ده ما حصلش، لان انا ما بديش حديث للصحافه. اكيد يعني انا النهارده انا فالنوع ده من الشخصيات na imprensa e nos dirigentes não fazem isso. الصحافة وفي الإدارات ما بياخدش صداقات. أهم حاجة بالنسبة لي هي اللاعبين. مع اللاعبين عملت صداقة في كل حتة رحتها. ودايما كنت بتطلب منهم في الشغل زي ما كنت دايما. نفس درجة التطلب. لأن ما بيني وبين نفسي بتطلب من نفسي في الشغل وبضغط على نفسي أكتر ما بضغط على اللعيبة. فشايف ان هو ده السبب، ومع الخبره في السنين اللي اتعلمتها على مدار السنين. ابتديت اكون مدرب في البرتغال من 1975. ما كانش كان في مشكله عندنا في الدكتاتوريه، فكان في صعوبه في الكوره هناك ساعتها، وكان في اسبانيا وايطاليا، كان بجيب من عندهم الكتب عشان ادرس منها. فكونت تعلمت التدريب كده، وبعدين تأقلمت على حقيقتي البرتغالية وكملت على أساسها.